الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الذي جمع المسلمين على لواء الحق وعلى كلمة الإخلاص، وعلى آله وصحبه الذين ساروا على نهجه فما بدلوا وما غيروا ولكن كانوا على قلب رجل واحد. إن الأمة تحتاج إلى إصلاح يدخل الرضا على المتخاصمين ويعيد الوئام إلى قلوب المتنازعين، إصلاح تسكن به النفوس وتتألف به القلوب، إصلاح يقوم به عصبة خيرون شرفت أقدارهم وكرمت أخلاقهم وطابت منابتهم. وإنهم بمثل هذه المساعي الخيرة يبرهنون على نبل الطباع وكرم السجايا، وميدان الصلح واسع عريض في الأفراد والجماعات والفئات الباغية والعادلة في الأموال والدماء والنزاعات والخصومات، فهو من درجات الصيام والصلاة والصدقة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هو الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، لقوله جلت قدرته في كتابه العزيز الحكيم بعد بسم الله الرحمن الرحيم: واتقوا الله ما استطعتم وأصلحوا ذات بينكم. إذا كان الأمر كذلكم أيها الإخوة المؤمنون، فمن ذا الذي لا يحب الصلح ولا يسعى فيه؟ إلا أناس قد قست قلوبهم وخبثت نياتهم وفسدت بواطنهم ولا يجنحون إلا في الظلم. إنه حق على إخوة الإيمان أن يسود بينهم أدب المحبة، أدب ينفي الغش والدغل مع استسلام لله بما يصنع، وأدب بما يكتب. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فقال: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. لقوله أيضا في كتابه العزيز الحكيم بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. ألا فاتقوا الله يرحمكم الله. فمن أراد الثواب الجزيل والذكر الجميل وراحة القلب فليعفو وليصفح عن المعتدي ويقبل الصلح. ألا تحسون أن الرحيم الذي يرانا يرى قساوة القلب التي تخلو من الرحمة، وهذه الرحمة تجاه من؟ تجاه مسلم مثلك. إذن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه، وشبك بين أصابعه. رواه البخاري. فالإنسان دائما يجب أن يكون سندا لأخيه في هذه الحياة، يجب أن يكون شمعدان وقار لأخيه في هذه الحياة، لأن الحياة درب قصير في درب الرحمن، كل يوم أرواح تلاقي الرحمن. فمنهم من يقال لهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، ومنهم من يقال لهم: في نار جهنم. إذن كلمات أعطرها بماء الورود أجعلها تمر على كل البساتين، تمتص الرحيق وأعصرها عندكم عسلا، عسلا نسقى به في الجنة مع الصحابة الأخيار ونحشر به مع خير الأبرار. اللهم اجعلنا من الذين قلت فيهم: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. صدق الله العلي العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.